تخيل أن لديك نسخة رقمية منك تدير جميع تفاعلاتك على الإنترنت، تجيب عن الرسائل وتشارك في المحادثات وتنفذ مهامك الوظيفية، بينما تستمتع برفقة أصدقائك في جولة في الطبيعة مثلاً بعيداً عن الأجهزة اللوحية. هذا لم يعد خيالاً علمياً فحسب، بل هو المستقبل الذي يسعى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى تحقيقه من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا. التوائم الرقمية خريطة طريق جديدة للذكاء الاصطناعي، قد تعيد تشكيل كيفية تعامل المبدعين والشركات الصغيرة مع عالم الإنترنت، كشف عنها زوكربيرغ في محادثة خلال مؤتمر سيغراف. ستمكن مستخدمي منصاته من بناء وكلاء رقميين افتراضيين مدربين يمثلونهم ويساهمون في زيادة إنتاجيتهم وتخفيف عبء العمل وتحسين التواصل مع الجمهور. لا يوجد ما يكفي من الساعات في اليوم للمبدعين للتفاعل مع مجتمعهم بالطريقة التي يريدها المجتمع. نظرة زوكربيرغ مغايرة للمخاوف الشائعة حول الذكاء الاصطناعي، فبينما يسود القلق من أن الذكاء التوليدي قد يهدد فرص العمل، يرى مارك إمكانية استخدامه لتمكين الأفراد والشركات، ليس فقط بتوفير الوقت، بل بفتح آفاق جديدة للإبداع والتفاعل أيضاً. نريد في النهاية أن نكون قادرين على سحب كل المحتوى الخاص بك، وأن نصبح وكيل أعمال بسرعة كبيرة، وأن نكون قادرين على التفاعل مع عملائك والقيام بالمبيعات ودعم العملاء. ومع استخدام أكثر من 3 مليارات شخص لتطبيق واحد من تطبيقات ميتا كل يوم، هناك الكثير من البيانات التي يمكن للشركة استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وفق موقع أكسيوس الأمريكي. لكن على الجهة المقابلة، فإنه مع زيادة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي قد يواجه المبدعون منافسة أشد وضغوطاً متزايدة لتطوير استراتيجياتهم وإنتاجيتهم.